السلام عليكم. الله أكبر. يا بنت فاتك ربطك. غطى دجلك. بس راسك. شباب بس. يلا. هاي ولد. شرح. بسم الله الرحمن الرحيم. شو تريدون احكي لكم؟ على ترشيح رشحت لي منصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم. التقنيات والامور القانونية اقول لك والله ان شاء الله، ولكن تعرف التفسيرات مختلفة فيما بين الجميع، وبالتالي نتمنى انه الاخوان في لجنة الانتخابات وهم يعني اساتذة مشهود لهم بالقانون، اتمنى انه يفسر النظام الداخلي وتفسر الأوراق بشكل صحيح من أجل إعطاء فرصة لأكبر عدد من المرشحين للدخول في هذه العملية الانتخابية. هل أعددت برنامج انتخابي وبرنامج لإدارة الكرة العراقية والله هذا بالتأكيد هو موجود، ولكن هذا يعتمد على الآن على قبول الترشيحات أولا وبعدها لكل حادث حديث. شكرا جزيلا. اللي قدمت اليوم ترشيحك لرئاسه اتحاد القدم، هل جميعها مضبوط 52 اعضاء؟ لا، شوف هي هاي موضوع ال 52، اول شيء الماده 33 واضحه وصريحه، ولكن اختلفت التفسيرات حولها. احنا اليوم يفسروها بشكلها الحقيقي، وبالتالي حتى لا ندخل في متاهات احنا في غنى عنها. في مشترك كثير مشتركات، سواء درجة الأولى وحتى الهيئة العامة، ولكن القانون واضح وصريح يقول يجب ترشيح المرشحين لرئاسة الاتحاد ونواب الرئيس من قبل 3 أعضاء، لم يحدد 3 أعضاء من المؤتمر، وإنما وفق المادة 10 اللي تنص على أنه أعضاء الاتحاد هم جميع أندية الدرجة النخبة، بالإضافة إلى جميع أندية الدرجة الأولى، بالإضافة إلى دوري النخبة النسائي وجميع روابط اللاعبين والمدربين والحكام. وبالتالي أنه أتمنى أنه تفسر الأمور بشكلها الصحيح. بعدين في أيضا نص قانوني آخر ضمن الفقرة 2 من المادة 33 النص، لكل عضو حق ترشيح شخص واحد فقط لأي منصب في اللجنة التنفيذية، وهذا يعني أنه من حق الأعضاء يرشحون لمنصب الرئيس واحد ولمنصب نائبي الرئيس واحد ومنصب الأعضاء. أتمنى، والنص الإنجليزي واضح وصريح يقول يتحدث عن each position. أتمنى من الأخوان في لجنة الانتخابات أن تفسر الأمور بشكل صحيح حتى لا ندخل في متاهات إحنا في غنى عنها، إحنا والرياضة العراقية. إذن كابتن، في حال رفضت اللجنة إدخالك أو ضمن المرشحين لرئاسة الاتحاد أو أي منصب آخر، توجهكم؟ والله بعد لحد الآن إحنا ما نريد نسبق الأحداث، ننتظر جواب الأخوان في لجنة الانتخابات وبعدها لكل حادث حديث. والإجراءات الطبيعية أنه في مدة بعد حتى لو يعني طلعت النتائج خلال هاي 5 أيام، إحنا أدنى من 2 إلى 9 بالشهر، 9-4 من حقنا أنه نعترض عند لجنة الاستئناف، وبالتالي سنتخذ كل الإجراءات القانونية من أجل الحصول على حقوقنا الطبيعية. شكرا جزيلا لكم. Wantinia Air is in Iraqi company.